أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نستمر فيه مع المشهد التونسي ونعطي طبعا الأهمية الأكثر للمواقف الإقليمية عربية وغيرها والمواقف الدولية مما حصل في تونس. نشرت مراسلة نيويورك تايمز فيفيان يي تغريدة على حسابها بتويتر اليوم، مؤكدة من خلالها أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لم يسمح لها بأن تطرح أي سؤال عليه خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه مؤخرا في قصر قرطاج. وكتبت فيفيان تقول: لقد جئت لتغطية الانهيار المحتمل للديمقراطية في تونس، وتم احتجازي لفترة وجيزة، ثم تلقيت محاضرة عن دستور الولايات المتحدة من رئيس تونس الذي تعهد بالحفاظ على حرية الصحافة، لكنه لم يسمح لي بطرح سؤال واحد. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد استقبل في 30 جويلية أول أمس، استقبل فريقا من الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز ليؤكد للرأي العام الوطني والدولي أنه يحترم الحقوق والحريات، مؤكدا أنه لا خوف على حرية الصحافة والتعبير. جاء هذا الاجتماع بعد اعتقال مراسل صحيفة نيويورك تايمز فيفيان يي وإطلاق سراحها من قبل الشرطة التونسية قبل ذلك بيومين. تفاوتت في الحقيقة مواقف الدول العربية خاصة مما وصف بالانقلاب في تونس، وانقسمت مواقف هذه الدول العربية وكذلك المواقف العالمية بين مؤيد وداعم لتونس كدولة حفاظا على استقرارها ومؤسساتها، وبين متريث ومراقب، وبين من ظهر دعمه واضحا لإجراءات سعيد أو انقلابه، وبين معترض على قرارات سعيد الأخيرة. الجزائر أبدت مساندة واضحة لتونس كدولة شقيقة وجارة من خلال زيارات ومواقف المسؤولين فيها، حيث أوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير خارجيته للقاء سعيد حاملا معه رسالة شفوية، وترددت أنباء أن الجزائر أوصلت رسالة في غاية الوضوح لتونس بأنها ترفض أن تتحول تونس إلى ساحة مفتوحة أكان للإمارات أو مصر. أما ليبيا فقد جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال زيارته لسعيد التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له فيما يرنو إليه من تنمية وازدهار. المغرب أوفد بدوره وزير خارجيته ناصر بوريطة للقاء الرئيس التونسي حاملا رسالة شفوية من الملك محمد السادس تؤكد روابط الأخوة القوية بين القيادتين. من جهته بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في تونس، وأعربا عن دعمهما لمؤسسات الدولة في سعيها لتحقيق الاستقرار والأمن، ما فهم تأييد لقرارات الرئيس سعيد. وكان الإعلام المصري أكثر احتفاء بإجراءات سعيد، وتردد أيضا إرسال النظام المصري لأفراد من قواته إلى تونس لدعم الانقلاب، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان زار بدوره الرئيس سعيد مؤكدا دعم المملكة لأمن واستقرار الجمهورية التونسية واحترامها لكل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي، وتعهده أمر أو وتعده أمرا سياديا، وهو ما فهم تأييدا مبطنا للانقلاب. من جهتها الإمارات لم يكن لها موقف صريح، وهو ما وصفته صحيفة الجارديان البريطانية بأنه موقف لا يزال غير واضح مما يجري في تونس. لكن الإمارات الحقيقة هي الدولة الوحيدة التي اتهمها رئيس البرلمان التونسي بشكل واضح وصريح، وطيف واسع من معارضي الانقلاب اتهموها بالتورط في الأحداث الأخيرة في تونس. تركيا أبدت قلقها العميق جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية سريعاً في البلاد. أما قطر فقد أجرى أميرها تميم بن حمد الثاني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي، حيث شدد على ضرورة تكريس حكم القانون في البلاد، في وقت دعت الخارجية القطرية كافة أطراف الأزمة إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد. في الولايات المتحدة بحث وزير الخارجية أنتوني بلينكين مع الرئيس التونسي تطورات الأوضاع في تونس، داعيا إياه إلى الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وحث بلينكين سعيد على الحفاظ على حوار منفتح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي،
مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الأوضاع والبقاء على التواصل. تونس إذن نتحدث عن المواقف الإقليمية والدولية من خلال متابعتكم، من هذه المواقف ترفض الانقلاب وتعمل على العودة للمسار الديمقراطي في تونس، ومن هي المواقف التي تدعم هذا الانقلاب ومستعدة للتعايش معه؟ هذه الدول طبعا كما قلنا نركز بالتحديد على الجزائر، المغرب، ليبيا، تركيا، فرنسا، الإمارات، السعودية، مصر، الولايات المتحدة. كيف تبدو لكم مواقف هذه الدول من هذا الانقلاب أو هذه الإجراءات الاستثنائية في تونس؟ بعد قليل نفتح الخطوط لكل من يود أن يتواصل معنا، لكن دعوني في البداية أرحب بضيف حلقتنا. ينضم إلينا الدكتور المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، ينضم إلينا من باريس. سيادة الرئيس مساء الخير وشكرا لكم للانضمام إلينا في هذه الساعة. سيادة الرئيس، كنت أول من وصف ما حصل في تونس منذ أيام بأنه انقلاب صريح، هل هذا التوصيف ما زال على حاله بعد مرور أسبوع الآن؟ أكثر من أي وقت مضى، لكن اسمح لي يعني أن أعلق بسرعة على ما سمعته الآن، وأنت تذكر عدد هذه الدول موقفها من كذا ومن كذا. إنه الآن اللي يعني كل الأنظار مسلطة على يعني على عملية التي أسميها أنا إفراغ الرضيع مع ماء الحمام القدر، يعني الشعب التونسي كله يعرف أن هناك ماء حمام قدر يتمثل في برلمان مكروه وفي طبقة سياسية مكروهة إلى آخره، لكن المستهدف من العملية هو الرضيع. يعني احنا الرجل اغتنم فرصة يعني كره الشعب التونسي لهذا البرلمان وللطبقة السياسية ليفرغ الرضيع، والرضيع هو بطبيعة الحال الديمقراطية. والناس كلها يعني الآن مسلطة فقط على قضية الديمقراطية. لكن أنا بالنسبة لي كرئيس جمهورية سابق وأيضا كإنسان عاش يعني أنا من الجيل الذي عرف الاستعمار مباشرة، يعني أنا ما لا أغفره لهذا الرجل وأزل كلمتي، هو أنه يعني جعل من تونس الآن مسرحا للصراعات الدولية. يعني إحنا الآن أصبحنا يعني دولة أصبحت قضيتها ما عادش قضية التوانسة، وإنما أصبحت قضيتها هي قضية جملة من الدول التي الآن ربما تتعارك وربما هي التي ستقرر المصير. هذا المسار أنا شفته في ليبيا، يعني أنا شفت في ليبيا في 2011 وحذرت أصدقائي الليبيين بأنكم انتبهوا، قد بدأ اللاعبون الدوليون يتدخلون في قضيتكم، وفي سيأتي في يوم من الأيام تفقدون فيه كل استقلال ولن يكون بأيديكم أي حل، الحل سيكون بين اللاعبين الإقليميين والدوليين، وهذا ما جرى. أنا أخشى ما أخشاه الآن أن تونس التي كانت دولة مستقلة إلى حد الآن، على كل حال أنا دفعت بكل قوايا في الثلاث سنوات اللي كنت فيها أنا دولة مستقلة، يعني استقبلت إخوتي في حماس ولم أنتبه إلى امتعاض الأمريكان، دفعت عن حقوق الإنسان بكل الوسائل ولم أنتبه لأي دولة ديكتاتورية إلى آخره. يعني تونس كانت في تلك الفترة تأخذ قراراتها بكل استقلالية ولم يكن أحد يتدخل في شؤوننا ابتداء من اللحظة بدأت بعض الدول الإقليمية تتدخل في شؤونها ووجدت من التونسيين من يقبلوا بهذا التدخل، بدأ استقلال تونس يتهرى شيئا فشيئا. واليوم أخشى ما أخشى أنه الناس كلها مسلطة أنظارها على الديمقراطية، بطبيعة الحال أن هذه قضية الأساسية، لكن ليست فقط قضيتي أيضا استقلال تونس، أنه إذا تواصلت هذه الأزمة وتعقدت ولم يجد التونسيين حلولا بينهم، فانه سيقع تدويل المساله التونسيه وسيصبح مصيرنا بالضبط مصير الليبيا، يعني الاجانب هم الذين سيحددون مصير. يا الهي، هل قمنا بهذا كل بالثوره لكي ياتي هذا الشخص ويفرط في نفس الوقت في الديمقراطيه وفي الاستقلال؟ هي الحقيقه نقبل بشيء بهذا؟ نعم، هي الحقيقه سياده الرئيس يبدو انها دولت بالفعل، يعني حتى جون افريك لعلك اطلعت على ما ذكرته، هناك حديث دولي الان بين فرنسا وامريكا وكانه تتم مصالحه بين البلدين فيما يتعلق بافريقيا وشمال افريقيا تحديدا على حساب الحقوق التونسيين ومصالحهم. من سمح بهذا؟ دائما وابدا اعود الى قضيه اخوتي الليبيين، لانني انا في الثلاث سنوات اللي كنت فيها رئيس الجمهوريه التونسيه كانت قضيه ليبيا قضيه شخص، يعني قضيه تونسيه، لانه احنا عارفين انه مصيرنا مرتبط بعضنا البعض. نعم. كنت اتابع دقيقه بدقيقه كل المسألة، وكنت انبه كل الاخوه الليبيين انتبهوا، ستفقدون كل امكانيات يعني الضغط لانكم مختلفين ما بيناتكم، هؤلاء الضباع اللي يسميها الاقليميه والدوليه ستتنهشكم.
هذا موقع وهذا سبب مصيبة ليبيا. هؤلاء الناس الذين يطبلون لقيس سعيد باعتبار أنه والله عنده هذه كلمة حرب الفساد، بين قوسين هذه كلمة محارب الفساد، الناس لا تعلم أنه أنا يعني خسرت الانتخابات لأنني حاربت الفساد. هو لما كان راقد أنا حاربت الفساد، حاربت الفساد ودفعت ثمنا باهظا، وبالتالي الآن يأتي ليتحدث عن هو وأزلامه عن محاربة الفساد يضحكوا على مين؟ طيب برا شد الفاسدين كله معروفين، القائمة معروفة، لكن هو الآن قاعد يشد في يعني يحبس في الأعداء السياسيين ويتبع في بعض البرلمانيين عندهم قضايا سخيفة وكذا، بينما الفاسدين يعني هذه تعلق محاربة الفساد أنا أعرفها جيدا، يعني لا تنطلي على أحد، والدليل على ذلك سترون أنه في آخر المطاف لن يصير شيء. المهم هو الآن أنه هذا الرجل أفرغ يعني الرضيع اللي هو الديمقراطية، ثم أفرغ معه الاستقلال بأي حق؟ الأمريكان يكلموا رئيس الجمهورية ويعطيه تعليمات بأي حق؟ بأي حق الإماراتيين أو المصريين أو كذا يجيوا لتونس بأي حق؟ إذا كان في يعني الحد الأدنى من الوطنية اليوم اللي أنا طالبه من التوانسة هم أن ينتبهوا، هذا الرجل بصدد تضييع الديمقراطية وتضييع الاستقلال الوطني. طيب السؤال الذي يفرض نفسه سيد مرزوقي، ومن ينتظرون أي حل سيرون أنه ليس هو المشكل وليس الحل. لكن المثير والمستغرب بنظر البعض على الأقل حتى المتابعين من داخل تونس ومن خارجها، كيف استطاع الرئيس سعيد أن يستغل اللحظة الفارقة وأن يعني تهب كوكب معين؟ على كل حال لا نعلم العدد، ولكن كثيرين الآن يدافعون على موقفه وإجراءاته. لماذا تحول الرأي العام من مدافع شرس على مكتسباته الديمقراطية وعلى على على ضعفها وترهلها إلى مدافع على انقلاب بن ظفرين؟ شوف، أولا يعني فيه أنا قلت لك لا أغفر لهذا الرجل أنه أفرغ الرضيع مع باب الحمام القدر، لا يمكن أن أغفر له أنه ضيع استقلال البلاد، لكن لن أغفر له أيضا في شيئا ثالثا، هو أنه تونس في قلب أزمة وبائية واقتصادية خانقة، يأتي بهذه الأزمة التي ستضاعف عدد الموتى وستضاعف كذا كذا، بين قوسين هي يعني العملية كانت مدبرة، نعتبر أن العملية كانت مدبرة، لأنه يعني من عطل الحكومة المفروض أنه عندك أزمة وبائية يكون عندك وزير صحة وحكومة تشتغل ليلا نهارا إلى آخره، من عطل هذه الحكومة طيلة 6-7 أشهر حتى هو اللي عطلها؟ ارجعوا إلى يعني صفحاتي في الفيسبوك سترون كم كنت متعقلا وكم كنت مهذبا وكم كنت يعني توافقيا وتوجهت له يا سيادة الرئيس، يجي الآن هناك أزمة كبيرة، لابد أن تكون هناك هدنة سياسية، يا إخواني لا تتركوا هذا الشعب يموت يعني كذا، فلم يسمعني أحد. يعني واصلوا بين قوسين، أنا بالنسبة لي خليني أقول لك يعني الناس اليوم في تونس يعني تختار ما بين الكوليرا والطاعون، يعني تختار ما بين البرلمان مكروه فاسد وطبقة سياسية فاسدة وما بين هذا الرجل ومن معه. يعني تونس الآن بين المطرقة والسندان، المطرقة هي يعني تحالف النهضة مع الفساد، والسندان هو تحالف الشعبوية مع الفاشية، وتونس ستذهب ضحية بين المطرقة والسندان. يعني من يحاول الهروب من تحالف النهضة والفساد ليرتمي في أحضان يعني هذا التحالف الشعبوية الفاشي، ومن سيحاول الخروج أو يعني الدفاع يعني خروج من هذه الاتحاد ما بين الشعبويين الفاسدين سيرتمي في أحضان الفساد والنهضة. الشعب التونسي الآن ليس له من خيار غير أنه لا هذا ولا ذاك، لا تحالف الشعبويين والفاشيين ولا النهضة والفساد، الآن يجب خط آخر، يجب وإلا فإن تونس ستفقد حريتها واستقلالها، ستفقد ديمقراطيتها ولن تربح شيء. يعني من ناحية من صفقوا لهذا الرجل على أساس أنه سيحل الاقتصاد والاجتماع يعني يحلمون، والدليل على ذلك أنه بعد أسبوع كامل مفروض أنه هذا الرجل عمل خطة انقلابية. طيب لما تعمل خطة انقلابية يكون عندك يعني ماذا ستفعل اليوم الفلاني، ثم ماذا ستفعل بعد يوم الانقلاب؟ كان مفروض أنه بعد يوم الانقلاب يخرج ويقول هاي التركيبة، هاو الحكومة، هاو الوزراء، هاو هذا ما سنذهب إليه. لحد الآن لا شيء، لا حكومة ولا طيب. برنامج ولا رؤية، فقط التصفيق لهؤلاء الناس الذين نعتبرهم مضللين. يعني للأسف الشديد شعوبنا سهلة التضليل. طيب بين من أسميتهم نعم. يعني أو قسمتهم إلى صنفين أو السندان والمطرقة، النهضة والفساد كما أشرت، أو الشعبوية والفاشية، في ما بين هذين الجناحين
هل يمكن للأحزاب التونسية أن تلتقي في هذه اللحظة الفارقة وأن تجتمع على خطة عمل قبل أن يلتهمها الانقلاب ويتجاوزها بأشواط؟ السؤال المطروح الحقيقة، الأحزاب إلى الآن لم تعقد ولا اجتماع يتيم واحد، يعني ما الذي يمنعها من ذلك إذا كانت حريصة على مكتسبات الثورة وحريصة على هذه المؤسسات الديمقراطية؟ شوف، الأحزاب هذه كل أغلبيتها يعني تعاني من انقسامات وانفجارات. أنا نفسي حاولت أن أبني حزبا وانفجر، يعني اليوم كأنك تصبح يعني عملية بناء أحزاب مبنية على أخلاق وعلاقات، هذه كلها بالنسبة لي يعني أمور صعبة. اليوم ربما الحل الوحيد هو الشباب، هو الشعب المسيس لكن غير المنخرط في هذه الأحزاب، وشخصيات اعتبارية يعني تقود البلاد. لكن الواضح أنه يعني الشعب أصبح يمقت هذه الأحزاب لأنها كانت دون المستوى، وكلها بدون استثناء، يعني لا استثني أحد ولا حتى يعني الأحزاب التي حاولت أن أبنيها كلها انفجرت. لأنه اليوم للأسف الشديد يعني ولا حد، وأقول ولا حد يعني يرتفع إلى مستوى اللحظة التاريخية، أنه يعني إحنا اليوم شعب مهدد بلبننا، مهدد بلبننا. يعني كل شوف الشعوب العربية كلها كيف تتحطم شعبا بعد شعب، الشعب العراقي، الشعب اليمني، الشعب السوري، الشعب اللبناني، الشعب الليبي. الآن جاء الدور على الشعب التونسي، جاء وهناك مخطط يعني لضرب كل هذه الشعوب لتعود إلى بيت الطاعة وتنتهي من أحلام الديمقراطية وتبقى دائما تحت الاستبداد والاستعمار، حلف الاستبداد والاستعمار. الآن القضية هي أنا أتوجه للشعب التونسي بأنه ينتبه، أنه خدعت أكثر من مرة، كم من مرة كذبوا عليه، كم من مرة خدعوه، كم من مرة صفقت لأي دكتاتور، يعني تواصل نفس العملية. وين الشعب الصامت؟ أنا أعتبر أنه الناس اللي تحركوا ويصفقون ويملؤون الفيسبوك وبالصفحات المدعمة والترول وهكذا لا يمثلون حقيقة الشعب التونسي. الشعب التونسي الآن أعتقد أنه ينتظر وصامت، يجب أن يفتح عينيه. طيب، أنه هذا انقلاب وأنه سيفقد كل ما اكتسبه في هذه السنوات دون أن يضيف شيئا. سنعود إلى الشارع بعد قليل سيادة الرئيس، ولكن اسمح لي أن أسألك، وأنت سكنت قصر قرطاج، كنت على علاقة بالأمن الرئاسي وقوات الأمنية وكل الأجهزة الأمنية والمدنية وغيرها، هل باعتقادك هذه المؤسسات بما عهدته فيها تستطيع أن تفشل هذا الانقلاب وما تزال حريصة على مكتسبات تونس، أم أنها مع الواقف كما يقال بالعامية؟ لا، شوف، المؤسسة الجيش ومؤسسة أنا خبرتهم وأعرف أنهم يعني مؤسسات تخضع للشرعية. الرجل هذا يعني إلى حد يعني بالنسبة لهم هو رجل انتخبه الشعب بكمية يعني واضحة، وبالتالي يمثل الشرعية، هم يعني يستجيبون للأوامر، يستجيبون للأوامر، وهذا دورهم. أنا لما كنت رئيس يعني كانت قوات الجيش وقوات الأمنية تستجيب لأوامري ولم يكن هناك أي مشكل، وهذه طبيعة. لكن المشكل هو الآن أنه هذا الرجل يخرج شيئا فشيئا على الشرعية، واضح أنه يخرج شيئا فشيئا على القانون، واضح أنه خرج عن الدستور. هذه قصة أنه يطبق الفصل، يعني أضحوك، كل إنسان يقرأ الفصل 80 سيجد أنه يكذب كل ما يقوله هذا الرجل. هذا الرجل يتحدث كل الوقت على القانون والدستور. تعرف أن يذكرني بن علي، بن علي كان لا يفتح فمه إلا ليذكر بأنه جاء للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى درجة أني ذكرت أحد أصدقائي قلت له اسمع، ما زلت تشبت كلمة ديمقراطية وحقوق الإنسان سأضربك، يعني كرهت كلمة الديمقراطية وحقوق الإنسان. بن علي لم يكن يفتح فمه إلا ليتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما الناس كانت تموت تحت التعذيب. هذا الرجل نفس الشيء، يتحدث لا يفتح فمه إلا يتحدث عن الدستور والقانون، وهو يخرق القانون كل يوم. هو الحقيقة، يعني هو الحقيقة سيادة الرئيس، على القانون ولا شيء في هذا يخضع القانون. الحكومة المفروض أنه بالقانون أنها كلها سقطت بأي حق، بأي عذر، هو يسمي وزير الداخلية إلى آخره. يعني هذا الرجل يخرق القانون ويخرق الدستور، وبالتالي أنا أعتبر أنه سيأتي يوم من الأيام يتضح فيه عمق بعده عن الدستور وعن القانون، وذلك المؤسسات الأمنية والأساسات يعني الجيش، خاصة إذا وجدت نفسها بين يعني المحافظة على هذا الشخص وانقلابه والمحافظة على قيمها والدستور الجمهوري. أنا أعتقد أنها لن تقبل أبدا بالانصياع إلى هذا الرجل. هو الحقيقة يعني الرئيس قيس سعيد بدأ هذه الأيام منذ اليوم الأول يعني بالاعتداء، على الأقل كما قالت بعض المصادر، لم تثبت هذه الحادثة من مصادر مستقلة، لكن حتى ميدل إيست آي تحدثت عن ذلك، تقول بأنه رئيس الحكومة في قصر قرطاج
تعرض لاعتداء واعتداء فظيع، يعني حتى أن الكدمات يقول المصدر بادية على وجهه، ولهذا الرجل ما زال تحت الإقامة الجبرية في بيته، لا يستطيع أحد أن يتواصل معه. أنت رجل حقوقي بالأساس وأيضا طبيب ورئيس دولة، كيف تنظر لمثل هذا الحادث إن ثبت؟ هل يتوجب لاحقا ملاحقة جدية للرئيس سعيد إن صح مثل هذه الحادثة؟ شوف، أنا هنا سأزن كلامي، لأن الكلام هذا نعرف أنه له تبعات. أولا أنا لم أصدق هذا الخبر، يعني لأنه بدلي يعني فظاعة، لا يمكن أن أصدق، يعني هذا ليس في تقاليدنا التونسية وليس في كذا كذا. لكن عندما يعني بعثوا لي الأخوة، بعثوا لي أنه الرسالة التي أو الخبر عن الانقلاب الذي نشره موقع ميدل إيست، ميدل إيست، نعم، وآنذاك أنكره الرئيس قيس سعيد، قال لا علم لي بهذا كذا، وهي مجرد رسالة وصلت إلى آخره، بينما الأخبار تقول أنها كانت يعني خطة موجودة في الرئاسة، ومن الرئاسة هم الذين بعثوا بهذه الخطة إلى موقع ميدل إيست آي. نفس الموقع يعني لما يخرج هذا الخبر أنا لا أريد أن أكذبه مرة ثانية، لأنه أظهر أن المرة الأولى كان على حق، إذن الخبر هذا فيه إمكانية من الصحة. لكن رغم هذا فأنني أريد أن أكون حذرا، وبالتالي أنا طلبت وأعاود الطلب أنه المشيشي يخرج ليرينا وجهه، يعني ليطمئن قلوبنا، لأنه إذا لم يفعل فمعناه أنه فعلا وقع الاعتداء عليه، وإذا كان وقع الاعتداء عليه فهذا يعني أنا أعتبره من نوع الخيانة العظمى، من نوع الخيانة العظمى، لأنه أن يضرب رئيس حكومة منتخب من طرف البرلمان الذي انتخبه رئيس الشعب، انتخبه الشعب التونسي في قصر الرئاسة وربما من أجانب، هذا خيانة عظمى. بالتالي أنا أدعو مرة أخرى، أنا ما قلت لك، أنا لا أريد أن أنفي هذه القصة لأنه فعلا بخطورة لا تقدر، لا أريد أن أصدقها، أرفضها رفضا تاما، لأنه معناه أنه ما عادش دولة، رئيس حكومة يضرب من طرف أجانب في 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 قلب القصر الجمهوري، يعني انتهت الدولة، مش مازال جمهورية، مش مازال دولة، مش مازال انتخاب، شغل مش مازال. ومعنى هذا أنه أي إنسان واحد منا يتعرض لمثل هذا الشيء، بين قوسين أرى هذا الشيء لا أستغربه، لأنه يذكرك بما وقع لرئيس الحكومة اللبناني الذي اختطف وضرب وكذا. يعني إذا كان ثبت هذا فمعناه أنه الأيادي يعني النموذج السعودي والأيادي الكذا خلاص بدأت يعني تربت. وهنا أتوجه للفرحين المصفقين، نعم، فيقوا فيقوا وين ماشيين في ظل هذا؟ مازال عندكم ثقة في مثل هذا الشخص؟ إذا ثبت هذا إذن لابد أن يخرج رئيس الحكومة وأن يعني يقول بكل صريح العبارة، وبطبيعة الحال أنا أتصور أنه عنده تهديدات على أولاده كذا، لكن ليش نتحمل مسؤوليته؟ لأنه قضية خيانة عظمى، قضية خيانة عظمى، ولا بد لرئيس الحكومة المقال أن يظهر ويدلي بدلوه حتى يراه التونسيون صورة وصوتا. دعني أختم معك سيادة الرئيس فيما يتعلق بالشعب والشارع، وهو يعني أب الثورة، وهو الذي أب الرضيع الذي أشرت عليه، هذه المؤسسات والديمقراطية وغيرها. إذا البرلمان الآن مجمد، الحكومة تم حلها، الرئيس يتصرف بأيادي مطلقة الحرية، الموقف الدولي يتصارع وفق مصالح وفق اعتبارات عديدة، يمكن التعويل على الجزائر، يمكن التعويل على ليبيا، يمكن التعويل على تركيا، يمكن التعويل على كذا، ولكن في النهاية الفيصل في حماية الديمقراطية ومكتسبات الثورة على ضعفها وترهلها هو الشارع التونسي كما يقول الكثيرون. هل ما زلت على ثقة بأن الشارع التونسي في اللحظة المناسبة سيكون في 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 الموعد لحماية هذه المكتسبات؟ شوف، أنا مثل ما قلت لك، أنا في ثلاث أشياء، في كثير من الأشياء لا أغفرها لهذا الرجل، تضيع الديمقراطية، تضيع الاستقلال تونس، ربما هذه إذا ثبتت هذه القصة نتاع المشيشي نهاية الدولة، مفهوم الدولة، لكن أيضا هناك شيء آخر لا أغفره له، هو أنه قسم التونسيين إلى قسمين. اليوم البلد مقسمة تحب ولا تكره، ناس اللي هي يعني ملت من الأحزاب، وملت من النهضة، وملت من وملت حتى من الديمقراطية التي لم تأتي لها بشيء. هالناس هذه عندها حق، يعني ناس ما تكاد تكون من الجوع. وشق آخر اللي هو متمسك بالديمقراطية، متمسك بحقوق الإنسان، اللي متمسك بالثورة إلى آخره، والآن عندك تصادم ما بين، ونحن شعب واحد.
يعني هذا الرجل قسم، والله أقسم برب الكعبة، أنه كان هاجسي طيلة الرئاسة 3 سنوات، أنه يعني الهوة اللي كانت موجودة بين الأطراف كلها يعني نحاول نقربها بأقصى قدر ممكن، باش لا محالة الشعوب كلها فيها اختلافات، لكن أنه الآن ثم هو ثم أشعر بأن وجود شعبي. وعندما أقرأ مثلا التعليق، بطبيعة الحال أنا أعرف أنه وراها ترول، وراها الروبوتات، وراها المال الفاسد إلى آخره، لكن في أشياء حقيقية، في يعني في حقد، في غضب، في كذا. أنا خايف من هذا، خايف أنه هذا الشعب اللي هو شعبي والمفروض أن يكون شعب واحد أمام هذه الأزمة، أمام الكورونا، أمام الأزمة الاقتصادية، أمام كذا، أمام الأخطار التي تتهددنا من الإرهاب. الآن عندنا شعب مقسم، أنا لا أريد لهذا الشعب أن يبقى مقسم، أريد له بسرعة أن يعني الهوة هذه أن تسد. وهذا الرجل واضح أنه جاي باش يقسم التوانسة، وأنه قسم التوانسة. أول مهمة لرئيس الجمهورية هو أن يكون أبو الشعب، أول مهمة لرئيس الجمهورية هو أن يجمع التونسيين. أنا صدق أو لا تصدق، كنت أجمع التونسيين، يعني قصر قرطاج كان يستقبل كل الطيف التونسي، أعدائي وخصومي وكذا، وهذا يسبني يقول لي أنت تستقبل في الإرهابيين، والآخر يقول لي أنت تستقبل في جماعة بن علي إلى آخره. لكن أنا هذا رئيس الدولة هو مهمته الأساسية هي توحيد الشعب. هذا الرجل قسمنا إلى شعبين الآن، وفي عنف وفي غضب وفي حقد من طرفين. طيب. بكلمة واحدة سيادة الرئيس، على ذكر تجميع التونسيين، أسمح لي في ذلك، يعني أريد أن أضيفها في نهاية هذا الحوار وبإجاز لو تكرمت، هل يمكن للرئيس المرزوقي أن يكون عامل تجميع للأحزاب والمكونات التونسية؟ لك خلافات مع قيادة النهضة، ولك اعتراضات على أطراف عديدة، الآن مصلحة تونس تقتضي التجاوز على هذه الخلافات كما يرى البعض، هل بإمكان الرئيس المرزوقي أن يتواصل مع كل هذه الأطراف السياسية ويعمل على ترقيع وتقريب الشقة فيما بينها للوقوف ضد هذا الانقلاب في الوقت طبعاً الحالي حتى لا يتأخر طبعاً الوقت؟ طبعا أنا تحت ذمة الشعب التونسي لرأب الصدع بين التونسيين، حتى لا ننقسم باستعادة الديمقراطية، باستعادة الاستقلال، القرار الوطني. أنا طول عمري عشت هذا وسأدافع عن هذا، يعني هذا الحدث الطارئ، هذا الشخص الذي جاء بهذا، يعني أنا أعتقد أنه الآن دور التونسيين هو أن ينتبهوا، أنه يعني لابد أن يغلق هذا القوس ويغلق بسرعة، وبالتالي ربما الحل الوحيد هو انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها لتعيد السلطة للشعب، وآنذاك نذهب للشعب، والشعب آنذاك إن شاء الله المرة هذه يتعلم حسن الاختيار، ولا يختار الأحزاب الفاسدة، ولا يختار الأشخاص على منظرهم وعلى لوك وعلى مش عارف إيش، وعلى الكلمات المعسولة عن فلسطين، والكلمات المعسولة عن التطبيع خيانة وإلى آخره. أنه الشعب يتعلم، وأنا أعتبر أن هذه مدرسة صعبة لتعلم الديمقراطية، لكن الحمد لله إن شاء الله يعني نغتنم كل هذه الدروس لكي نتطور. لكن المهم هو أن نحافظ على الوحدة الوطنية، أن نحافظ على السلم المدني، وأن لا نسلم لا في استقلال القرار الوطني ولا في الديمقراطية. الدكتور المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، كنت معنا من باريس، نشكرك جزيل الشكر. جزيل الشكر. نفتح الآن الخطوط للجمهور، وما أرجوه هو الإجازة، لأن الوقت ضيق جدا، ويريت يعني الكل يعني يكتفي بنصف دقيقة أو أقل من ذلك. إبراهيم ثابتي من الجزائر يقول: أنفقت الأنظمة العربية وبضغط من قوى خارجية على استئصال كل تنظيم فيه رائحة التدين كما يقول، وهذا ما جرى في عدة بلدان عربية وعلى رأسها مصر، وجاء الآن دور تونس وحزب النهضة. لا نستبعد حل هذا الحزب قريبا اقتداء بمصر، أم المؤامرات كما يصفها إبراهيم ثابتي من الجزائر. مصطفى خليل يقول: يبدو لي أن صنف من شعوبنا لم يستوعب بعد مفهوم نجاح الديمقراطية وما تجلبه من حريات وتنمية، كما يقول مصطفى خليل. طيب، صالح من الجزائر، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. شوف واش نقول لك أخي صالح، أنا نشكرك على الشجاعة تاعك، بصح أنا وياك ما نفهموش العبارة مرة بصح اسمح لي، رايح نقول لك واحد الماثل اللي ما عرفه في العالم العربي، يقال وكيلتي تمكين الطار الأبيض. الطار الأبيض ظهر في الجزائر في التسعينات وصدرت عليه واش صدر، ومن بعد بقات مدة 10 سنين ولا مشات الرابع العربي
بدا وكيل الطور في مصر ووكيل في سوريا وبقيت تونس ياكل الطور الابيض وخلاص. ومن بعد تشوفوا واحد يقول لها الديمقراطيه ذاك خاطر احنا عرب نبدلوا الكلام زعما نديروها ديمقراطيه كما داروها في الجزائر، الجزائر في الديمقراطيه ماشي وفي تونس حاب يدير لكم الديمقراطيه هذا السالوك اللي جا. طيب شكرا لك صالح اشكرك. يا ريت كل واحد يقتصر على نصف دقيقه لو تكرمتم. عمر من تونس. السلام عليكم يا اخ صالح. وعليك السلام. يا اخ صالح اكتشفنا في المواقف التاليه مدى البغض والكره اللي يحمله الكثير. حقيقه بغض وكره مش شيء غير مسبوق. الاعلام التونسي دمغج المواطن، دمغجه حتى اصبح حاقد على ابن عمه وقريبه، حاله غريبه جدا. عمر الانقلاب يعني الغريب انه التشابه بات كبير للاسف. الانقلاب في مصر نجح في تقسيم المصريين الى ضد الانقلاب ومع الثورة ومع السيسي، طبعا إلى حد ما ربما الآن تآكلت شعبية السيسي. هل باعتقادك تونس تنزلق هذا المنزلق رويدا رويدا؟ المنزلق يا أخ صالح للمشهد اللي أشرت له بسكوت النخبة يا أخ صالح والناس اللي تنجم تقول كلمة الحق راه وقع جمود بقيت كلها قليلة من الشرفاء، جوهر بن مبارك، حبيب بوعشيلة، إسامي قليلة، كل ما كنا نشوفهم في الإعلام يتشدقون بالديمقراطية سكتوا. طلع الشعب التونسي يخاف من الوهلة الأولى من الضربة الأولى. تصور ائتلاف الكرامة اللي كان يقدموا فيه حقيقة يخدموا في الشعب التونسي يوميا من مضطهدين يمشوا لهم المكاتبهم انسوهم ولوا يشمتوا في ائتلاف الكرامة ما عملوا لهم شيء لسرق لشد لطفي علي لشد كمال الطيف لمشوا لاتحاد الشغل وكر الفساد حالة طيب. ندا تونس لجر العكرمي يقول سرقنا فلوس جابتنا فلوس حالة غريبة جدا. قبول للانقلاب قبول متناهي. ربي إن شاء الله. شكرا لك شكرا لك عمر من تونس أشكرك. أحدهم أيضا أرسل إلي رسالة عن طريق الواتساب الهاتف يقول لماذا الرئيس قيس سعيد بدأ بنواب يعني تلاحقهم شهر سجن أو معركة في مطار بينما ينسى العائلات الحالية وهي مثال للفساد كما يقول عائلة المبروك وعائلة البشماوي وعائلة الطيف وعائلة اللومي وعائلة دريس وجنيح وبن يدر والوكيل والمدب هكذا يذكر عائلات عديدة يقول بأنها متورطة في الفساد وملاحقة. ميلود مساء الخير. شكرا أستاذ صالح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليك السلام. شكرا على البرنامج هذا. فقط نحترم رايكم وراي الرئيس منصف المرزوقي. تفضل. فقط الرئيس منصف المرزوقي قال ان الشعب كاه من النهضه، هذه الحقيقه ماهيش واضحه الكلمه هذه. يعني يا حبذا لو النهضه لم تعطى يعني حقها في التسيير. مضايقات راكم تروا يعني في البرلمان مضايقات يعني فقط كلمة هاتي ما نحترم رأيه فيها ولكن الكلمة هذه ما هيش مقبولة منه على كل حال. شكرا لك هذا رأيك. شكرا لك ميلود من الجزائر. شكرا. حسن من المغرب يقول الرئيس الذي خرق الدستور وأقال الحكومة دون تشاور الأحزاب وغلق البرلمان واعتقال بعض البرلمانيين وخرق قانون الحصانة مستقبله سيكون سوداويا لا محالة يقول حسن من المغرب. علي الفريوي يقول نحن لسنا في حاجة إلى برلمان ولا نواب، لاحظ، وهؤلاء لصوص الشعب. هذا كلام بالله عليك، انتخبهم الشعب صاروا لصوص، واللصوص الحقيقيين يسرحون ويمرحون في البعض. لا أدري ما الذي حصل في دماغه. أنا أقول أنه القانون فوق الجميع. إذا وجد فاسد برلماني أو في الحكومة أو في الرئاسة يجب أن يلاحق، نعم، لأن علوية القانون مبدأ. لكن أنك تجمع تضع البرلمانيين كلهم لصوص، وهذا الخطاب الحقيقة سوق له الرئيس قيس سعيد، نعم، ببعض حديثي على المؤامرات، هو الذي فتح هذا الباب وصار يعني تطاول على بعض ممثلي الشعب. هؤلاء ليسوا لصوص، هؤلاء نواب الشعب التونسي وما أدراك. طيب نرحب أيضا في هذه الساعة بالشيخ شكري المجولي الداعية الإسلامي التونسي من لندن. شيخ المجولي السلام عليكم وأشكرك للانضمام إلينا في هذه الساعة. لو بدأت معك بمواقف شيوخ الزيتونة والدعاة والعلماء في تونس، هل ترى لهم
موقف واضح مما جرى في تونس في الأيام الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي صالح، وجزاك الله خير. طبعا أنا كتمت تدوين هذا الصباح وقلت لهم أين موقفه، وقلت أين موقف علماء الزيتونة ومما يحدث في تونس، وتحدثت وقلت لهم أليس منكم رجل رشيد، وما هذا الصمت، أنتم صمتتم صمت أهل القبور، والعالم عليه أن يبين الحق وأن يقف مع المظلوم وأن يردع الظالم، أما هؤلاء فقد صمتوا وسكتوا، ولست أدري هل خوفا على مصالحهم أم على وظائفهم، والعالم أخذ الله عليه البيان أن يبين الحق وأن لا يكتمه. ربما شيخ المجولي، لا أدري، هو ليس التماسا للأعذار، ولكن ربما المشهد ما زال ضبابي إلى حد الساعة. والله المشهد واضح، وضوح الشمس في كبد النهار، فهذا انقلاب مكتمل الأركان، وعلى المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمواقف الرجال عندما يأخذون المواقف يأخذونها في الوقت المناسب، وقال علماء الوصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالمرء عليه أن يصدع بالحق في الوقت المناسب لا بعد أن يفوت الأوان. طيب أنت باعتبارك سعود إلى تونس بعد قليل، ولكن دعني أسألك على أهم المواقف العربية التي لفتت انتباهك وأنت تقيم في المهجر. هل هناك دولة تدعم استمرار المؤسسات الدستورية والديمقراطية في تونس ويمكن الإشادة بموقفها على حد متابعاتك؟ والله لا توجد لحد الآن، المواقف هي تميل وتنحاز إلى الانقلاب. هؤلاء هي دول ديكتاتورية، كيف تريد من الديكتاتورية ومن الاستبداد أن يناصر الديمقراطية والحرية والكرامة؟ هذا محال. بما فيها الموقف الجزائري باعتقادك؟ والله الموقف الجزائري غامض، يعني في السر يقولون لنا بأن تبون وبأن الجزائر ترفض ما حدث في تونس ولا تريد وجودا عسكريا مصريا وإماراتيا في تونس، ولكن هذا ما يقال في السر، ولكن هذه الأمور يجب أن تقال في العالم ويجب أن نصرح بها وأن لا تقال تحت الطاولات كما يقال. نعم، بالعودة إلى المشهد التونسي، بدت وكأن كل السكاكين كما يقال تصوب باتجاه النهضة، وكأن هناك محاولة للاستفراد بها رغم أنها هي حزب رئيسي في البلد وتحظى بالكتلة الرئيسية في البرلمان. لماذا الكل يتصيد للنهضة؟ هل لهذه الدرجة النهضة أجرمت في حق التونسيين وفي حق الديمقراطية وفي حق تسيير البلد، أم هي ربما كما يسميها البعض مؤامرة أعدت بإتقان والآن التنفيذ والخلاص من النهضة كما حصل الخلاص من الإخوان في مصر؟ هو نفس المنهج ونفس الكتالوج كما يقال، ونفس المعلم ونفس الملهم، هم الذين شيطنوا الإخوان المسلمين والآن يشيطنون حركة النهضة، وألبوا الشارع عليها بهذا الإعلام العار بالحق والباطل بالكذب وبالبهتان. ولو جئنا لنرصد هذه العشر سنوات منذ اندلاع الثورة إلى الآن لوجدنا أن النهضة حكمت فعلا سنتين بحكم الترويكا، وبعد ذلك جاء مهدي جمعة، وبعد ذلك جاء حبيب الصيد، وبعد ذلك حكم نداتون خمس سنوات، وحكم هذا يعني الحكومة الأولى حكومة الفخفاخ، من عينها؟ هذا قيس سعيد هو من اختار الفخفاخ، وهو من اختار هشام المشيشي خارج إرادة الأحزاب المنتصرة، وعلى الرغم من ذلك عليه أن يتحمل. فنحن نحمل النهضة، نعم النهضة أخطأت لا شك في ذلك، ولكن لا يمكن أن نحملها وزر فشل الدولة منذ عهد بن علي إلى الآن. فالكل يتحمل المسؤولية، والنهضة هي تتحمل جزءا من المسؤولية كما يتحمل هذا الرئيس، وله منذ سنتين وهو في شدة الحكم لم يقدم مبادرة، لم يقدم مشروع، ليس لديه رؤية، ليس لديه برنامج اقتصادي، ولا لديه برنامج اجتماعي، وليس لديه رؤية سياسية. فالرجل جاء بدون أجندة، ولذلك شعاره الشعب يريد، وهو يريد الفوضى، فلسفة الفوضى التي تبنى على عوض أن يستبد القوي بالضعيف. الآن قلب الآية وقلب المجن أن يستبد الضعيف بالقوي، ولذلك هو الآن لا نراه يحارب كما ذكرنا. الآن لماذا لم يحاسب إذا كان يتحدث عن الفساد فعلا؟ لماذا لم يهد إلى هؤلاء التماسيح الفساد الذين نهبوا أموال الدولة، وإنما
حبس واعتقل الذين كانوا يحاربون الفاسدين ويطالبون بمحاسبة هؤلاء الفاسدين على من يتحدث على ياسين العياري واحدث عن نواب ائتلاف الكرامة. إذا هذا هو داعم للفساد، والفساد والاستبداد وجهان لعملة واحدة. دعني أختم معك شيخ المجولي. الحوار في الدين الإسلامي على الأقل وفق معلوماتي يعني هذه من اختصاصكم طبعا، ونحن فقط نأخذ المعلومات منكم ونستقيها من الكتب وغيره. الحوار عنصر أساسي في ديننا الإسلامي، يعني حتى الله جل وعلا تحاور مع الشيطان. هل طبعا سنعود لضيفنا، لأن هذا السؤال يريد الزملاء يعودون للضيف، لأن هذا السؤال مهم الحقيقة. الحوار مخرج لكل الأزمات، والحوار هو عامل توفيقي لمختلف الأطراف. هل يمكن لأطراف عديدة في تونس أن تكون عامل لدفع هذه المكونات؟ عاد إلينا الشيخ شكري، نرحب به من جديد. شيخ شكري، كنت أسأل على الحوار لأنه لا يمكن تقريب وجهات النظر بدون الحوار، ولا يمكن إيجاد حلول بدون الحوار، ولا يمكن الخروج من الأزمات اللي فيها مواقف مختلفة ومتضادة إلا بالحوار، والحوار أيضا يدعو إليه ديننا يعني لتجميع الصفوف وتوحيدها. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الدعاة والشيوخ وعلماء الزيتونة ومكونات المجتمع المدني في تونس لدفع هذه الأطراف في تونس، الأحزاب والرئاسة، للجلوس على طاولة الحوار؟ أخي صالح، كما قلت، الحوار مبدأ إسلامي عظيم، وقال الشيخ طاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة بأن الشرع متشوف للحوار وللحرية، لأن الحوار لا يكون إلا عندما تكون حرا. أنت ترى الآن أن الصحفية البريطانية في نيويورك تايمز عندما جلست إلى الرئيس قال لم يسمح لها بالسؤال، أعطاها درسا في الدستور الأمريكي، ولم يسمح لها بالحوار وبالسؤال. إذن العلماء على العقلاء وعلى الساسة وعلى المفكرين وعلى الذين يريدون مصلحة تونس أن يجزوا على طاولة واحدة، لأن هذه المشاكل وهذه المعضلات لا تحل إلا بالحوار. فالانقلابات لا تأتي بخير، والانقلابات لا خير فيها، وإن كل الدول التي غيرت نظام حكمها عن طريق الانقلاب هي تعيش الفقر والجوع والجهل والمرض. لذلك الحوار هو الأسلوب الوحيد لحل مثل هذه المعضلات والمشكلات. وأنا أهيب بالدعاة كما قلت لك أن حقيقة علماء الزيتونة وأساتذة الزيتونة عليهم أن يعني يساهموا في دعم هذا الحوار، وأن ينبهوا الجميع، وأن يتحركوا من أجل إيجاد حلا لتونس، لأنها إن لم نحاور بعضنا البعض فإن المسألة خطيرة، وربما تدخل في حرب أهلية لا 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 منتصر فيها. الشيخ شكري المجولي، الداعية الإسلامي، كنت معنا من لندن، نشكرك جزيل الشكر. نعود للجمهور بعجالة. رضا من تونس، مساء الخير. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام ورحمة الله. أخي، في عجالة سوف أعطي تصور لما يحدث في تونس. تفضل. رضا، أين أنت يا رضا؟ كان ما يعرف. لا تفضل تفضل، الصوت واضح الآن. تفضل، الصوت واضح الآن. للأسف يبدو ذهب رضا. على كل حال، إذا تمكن من إعادة الاتصال ولو في اللحظات الأخيرة يتفضل. فقط أيضا مشاركات عن طريق الواتساب. مبروك بوزيد من ضواحي صفاقس تونس، يقول من يقبل بالانقلاب واضح المعالم فهو مرتزق مريض ومخادع، فالوطن يضيع يوما بعد يوم. لطفي من تونس، تفضل. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخي، تقولون انقلاب، ليس بانقلاب هذا يا أخي. السلام عليكم. ياريت تبعد على التلف زي لطفي حتى ما يتردد الصوت. ابعد على التلف زي واصل تحدث. نعم، أنتم تقولون انقلاب. ليس بانقلاب، فهم؟ أن الشعب قرر، الشعب أنه طيب، من هو الشعب يا لطفي؟ أنا معك والله وأحترم رأيك، لكن الشعب نعرفه من خلال الصناديق، ليس من خلال مظاهرة في الشارع. ما تقول لي الشعب، كلمة الشعب هذه كلمة يعني والله تسيء للشعب
وتسيء للديمقراطية وتسيء حتى لعقل البشري. ما تقول لي الشعب، يعني أنت كيف عرفت الشعب؟ عديتهم واحد واحد؟ الشعب تعريفه من خلال الصناديق، روح للصناديق وأنا معك. شكرا لك لطفي، اعذرني هناك تشويش في الصوت من المصدر، شكرا لك على كل حال. رضا من تونس عاد إلينا. شكرا من جديد أخي صالح. تفضل. أوكي، معظم الشعب التونسي لم يشارك في الثورة التونسية، كان متفرجا. وهناك كان ما يعرف بالأغلبية الصامتة، هم صامتون، لا 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 ليس بإمكانهم أن يكونوا مع الثورة أو ضد الثورة. في 2014 بدأت الظهور، بدأت الحكاية تظهر شيئا فشيئا، نرى الأرقام واضحة، كان 50% ضد الثورة و 50% مع الثورة. بعد 5 سنوات من الترذيل وإعلام العار والإرهاب المزعوم والتمويل الأحزاب والشخصيات المشبوهة، بعد 5 سنوات نجد أنفسنا أمام أغلبية تكفر بالديمقراطية وتحن لأصلها، تحن لأيام بن علي، تحن لأيام العبوذية. لذلك نحن الآن نرى أن أغلبية الشعب التونسي مع الانقلاب، هم يباركون الانقلاب. وأنا في أرى في صفحات الفيسبوك لهم في الأكثرية التونسيين هم فرحون بالانقلاب. يا رجل يا رضا، الفيسبوك ليس مرجع، الفيسبوك الإمارات حضرت لكم 700,000 اسم وهمي أو روبو يتحرك ويبين لك أنه تونسيون مع الانقلاب وهي كلها كمبيوتر، فما تصدق الفيسبوك يا رجل. أوكي يا سيدي، أنا معك في هذا التصور. طيب. أنا أعيش في تونس في مقاهيها، في مطاعمها، في كثير الأماكن. أنا أرى أن مثلا في المكان عملي هناك 84 عامل، 2 فقط ضد الانقلاب. طيب لماذا؟ هذا سؤال مهم بكلمة واحدة، لماذا؟ لأني أعطيتك تصور، هم رذلوا الثورة، هم رذلوا الديمقراطية، رذلوا الحرية. شكرا لك رضا من تونس، شكرا لك. شكرا، أشكرك. قصار عبد الرحمن من الجزائر يقول إن عدم الاكتراث بعبثية عبير موسي موفدة الإمارات هو إشارة خضراء لتعطيل المؤسسات الرسمية وشيطنة قامات الإصلاح وأساسات الديمقراطية كما يقول. أختم بأبو سليمان من تونس يقول: وأسفي لمن نواياه بانت وفعله فضحه، فقال تصحيح مسار بل انقلاب أرجحه، إذ ائتمر بابن زايد وعداءه من قبل أوضحه، واقتدى بابن كاميليا المكنى بلحه، كما يقول أبو سليمان من تونس. أدركنا الوقت، وأنا أعتذر طبعا من كل من أرادوا الوصول للمشاركة، ولكن الوقت ضيق.